السلام عليكم، مرحبا بكم مع نوفيل شان يوتيوب من كوزين اسوسي ديكو. اليوم جبت لكم لا غوسيت تاع البريوش تاع الماء، تري ايكونوميك وبزاف بنين. دونك هنا نسحقوا نص كاس تاع السكر، بنص الكاس تاع السكر ما يجيش حلوه دي تو، دونك اللي يحب يجي حلو يزيد. ومغرف تاع خميره تاع الخبز نخلطوهم، نزيدو كاس تاع فارينا، نديروها لوفان كاس تاع فارينة وزوج كيسان تاع الماء، ليكيفالون تاع 400 مليليتر تاع الماء. كان ناقص شويه، دوك نزيد له زعما با في دو فير، دونك زوج كيسان. الكاس هذا يرفد 200 مليليتر. نخلط مليح، نغطيه ونخليه يخمر. قلت لكم نديروه على لوفان. البريوش هذا يجي كما قلت لكم بزاف خفيف و تري تري بون، ويخرج اون بون كونتيتي. دونك هذه لا كونتيتي خرجت لي 14 بان وكباره، جايين كبار. دونك فوالا، هاي اللي خمرت لي. هنا ندير لا فارين، راني زدت كاس، نزيد شويه لا فاني، نص كاس تاع الزيت، نزيدو الكاس دوزيام اوف تروازيام بلو برومي هذاك اللي درناه مع لو فان، ونخلط هنا لا فارين. نزيدو حتى تجينا اون بات تكون تلاصق فريمون في اليدين. دونك فوالا نخلطو، نزيدو ان بو تاع ياغورت ناتور، الملح اوليك الملح، ساشي تاع لا ليفور شيميك، ما درتش الساشي كومبلي، درت جوست لا مواتي، ان بو بلوس كو لا مواتي كانت في الساشي. دونك فوالا نخلط، نزيد نكمل بلا فارين حتى تلملي العجينه وتكون كما قلت لكم تتلاصق. Voilà. قد نزيدو حتى تولي العجينة ثقيلة. Voilà. En même temps ما تكونش يابسة. دونك هذا الكاس خليت منه ان كار، ان تيير ماشي ان كار، تولو تاع الكاس هذا خليته خدمت به على فان. بقى نحسبو شحال من كاس درت. انا قطرت الكاس هذاك تاع الزيت وطميتها شويه، نغطيها ونخليها تخمر. دونك هنا انا خمرت لي فاضو تمام، كنت 3 ايام على الفطور. دونك فوالا، هاي ليك العجينه تاعنا كي تجي فريمون تتلاصق. نديرو دلا فارين في البلان دو طرافاي بهذاك تولو تاع الكاس اللي خليناه، نحطو العجينه تاعنا ونحطو فوقها لي بيبي دو شوكولا. هنا اللي ما عندوش لي بيبي دو شوكولا يقدر يحكم اون تابليت دو شوكولا نوار. هنا سي دي بيبي دو شوكولا نوار، على بها قلت لكم ما جاش كامل حلو هاد لي بريوش، ما جاوش كامل حلوين. فوالا نحطو لي بي، قلت لكم اون تابليت دو شوكولا تقطعوها اون تو بوتي مورسو وتزيدوها. دونك فوالا نحط لي بيبي دو شوكولا وندخلهم في العجينه، نطبقها ونزيد. هنا لا كونتيتي غاست او شوا. واللي حبي يدير غير داخل لي بغيوش يقدر يدير غير من الداخل، بصح هكذا يجي بزاف شباب.
كي تقطعوها وكي تاكلوها يجي بزاف شباب. لو شوكولا هذاك نوار بيبي دو شوكولا نوار يجيكم يكونوا دو بارتو في لاباط. راني نطم حبات لي طاحوا ونقسم العجينه. دوك قلت لكم هنا انا قسمتها على 14 وجاوني حبات كبار. دونك الا حبيتوهم صغار تجيكم بيان سور اكثر، يجوكم اكثر من 14 حبه. هنا العجينه تاعي بعد ما درتهم امبول ندير شويه زيت في لو بلون دو طراي ونبدا نحلهم بالوحده. دونك هنا لو برينسيپ كيما الخبز، كيما نديرو مع الخبز باش يجونا خبيزات ملاح. دونك نيطاليوهم كاريات صغار ونقعدو نلويو في العجينه هذيك ونعبزو عليها باش تشد ونديرو لا سوتور هذيك الاخرانيه نغلقوها بيان. فوالا نكمل كامل الحبات هامليك. هنا نجيبو صفار تاع البيض، انا نحب لا دورور بالجون دوف، و الا ما حبيتوش تقدروا ديرو غير شويه حليب مي لا كولور ما تجيش كيف كيف. دونك هنا درت صفار تاع البيض، زوج مغارف تاع حليب وشويه تاع نسكافيه كو تعرفوها لا دورور تاعي اللي مولفه نديرها في الخبز. و بور لا ديكوراسيون عندكم لو شوا، يا ديروا جلجلان وحدو برك، يديروا لي بيبي دو شوكولا ولا ديروا ان ميلونج دي دو ولا بيرل دو سكر. انا درت ان ميلونج ان بو تو. شوفوا دوك هنا نخليهم يخمروا ما يطولوش، اون افير دو 15 مينوت هكذا كي يكونوا خامرين قم العجينه طريه بزاف بزاف يخمروا بالخف. ديجا كي لو طون لي كملت كامل الاولانيين هذوك كانوا براسك خمروا. دونك فوالا نكملو ليتاب هادية، قلت لكم سيوا شوا كيما تحبوا وندخلوهم يطيبوا على 180 درجة حتى يحمروا من التحت، و الا ما حمارلكمش من الفوق شعلو لهم من الفوق اللي ما عندوش فوق فونتيلي. دونك فوالا شوفوا كاش يجو فريمون هايلين ان با غاتي. سيوهم ورجعوا لي بالخبر في لي كومونتير ولا في لاباج فيسبوك، حطونا لي فوتو نشوفو فو رياليزاسيون. ما تنساوش اللي ما ابوناش يابوني يديرنا ان بوتي جيم صافي توجو بليزير، واللي عجباتو يبارطاجيها، اللي ما عجباتوش يزيد تاني يبارطاجيها بالك تعجب حبابكم وصحابكم. تهلاو بزاف بزاف في روحتكم، واللي يحب كاش غوساتي يكتب لي في لي كومونتير نديرها ان شاء الله. شوفوا كاش يجو نحلكم دوك وحده من الداخل، شوفوا فريمون خفاف كوم با بوسيبل و سي تري تري بون. قلت لكم ما يجوش حلوين دي تو، سي فريمون ايديال للقهوه تاع الصباح ولا في السحور في رمضان ان شاء الله ربي يلحقنا ليه بالصحه والهنا. شوفوا كيفاش يجي خفيف فريمون فو بوفي با ايماجيني دو فاصون ليماج نورمالمون اي تبان. دونك فوالا سيتي هادي لا فيديو تاع اليوم، بارطاجيوها او ماكسيموم باش تلحق ماكسيموم دو موند. تهلاو بزاف بزاف في رواحتكم، اقعدوا في الدار ما تخرجوش، ان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء والبلاء.
À la prochaine vidéo, inchallah. Merci. Salam.